لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. يتابع قبط الأول متقدم في الكهنة توماس هوبكو قواعده 55 في الحياة المسيحية، فيقول 21 مارس هواية صحية ومفيدة، 22 مارس الرياضة بانتظام، 23 عش كل يوم بيومه أو حتى كل جزء من اليوم بجزئه، 24 كن صريحا بالكلية أولا مع نفسك، 25 احفظ إيمانك بالأشياء الصغيرة، 26 قم بعملك ثم انسى الأمر، 27 قم بالأشياء الصعبة والمؤلمة أولا، 28 واجه الواقع، 29 كن شاكرا، 30 كن فرحا، 31 كن بسيطا مستترا هادئا ومتواضعا، 32 لا تلفت الانتباه لنفسك أبدا، 33 أنصت عندما يتكلم الناس معك، 34 كن يقظا منتبها كامل الوجود حيث أنت، 35 لا تفكر في الأشياء أو تتكلم عنها أكثر من اللازم، 36 تكلم ببساطة ووضوح وحزم ومباشرة، 37 اهرب من الخيال والخداع والتحليل وفهم الأشياء، 38 اهرب من الأشياء الشهوانية والجنسية فور ظهورها، 39 لا تتذمر أو تشتكي أو تهمهم أو تولول، 40 لا تطلب أو تتوقع الشفقة أو المديح. غدا نتابع ما تبقى.